مرحبا. المرحلة اللي عم بتمر فيها بلدنا اليوم ما لها الفترة الصعبة الوحيدة بتاريخه، مرت عليه مراحل كتير صعبة وقاسية، وبكل هاي المراحل كان الشعب السوري قوي وصامد ومتمسك بحقوقه بالحرية والكرامة. زمان فترة الانتداب الفرنسي بسوريا وبالتحديد سنة 1936، المكان دمشق. الحدث تجمع آلاف الشباب من كل المحافظات والمدن والقرى السورية، وقدموا أنفسهم بأنهم شباب القمصان الحديدية يلي مستعدين يقدموا أنفسهم ضحية للوطن ويفدوه بأرواحهم. وهيك تم الإعلان عن إنشاء منظمة القمصان الحديدية على شكل المجموعات الفاشية والنازية الأوروبية مثل ميليشيات القمصان السود بإيطاليا. بس هذا التشابه كان بس بالشكل، بأشياء مثل التحية واللباس، أما المضمون مختلف تماماً، لأن منظمة القمصان الحديدية كانت بتحمل أفكار وطنية منها مقاومة الانتداب الفرنسي. يعتبر فخري البارودي مؤسس منظمة القمصان الحديدية، قادتها من عدد من السياسيين والعسكريين، وكانت أول منظمة مقاومة شعبية بالمنطقة، الهدف منها أن تكون دعامة الجيش السوري يلي رح يتشكل بعد الاستقلال. فتحت مكاتب ومراكز للقمصان الحديدية بكل المدن والمناطق السورية، ولقت إقبال شعبي كبير، وكانت التدريبات العسكرية والرياضية بتتم للعناصر بشوارع وساحات دمشق، وخاصة ساحة المرجة والمرج الأخضر، وكان الشارع السوري رحب فيهم ويهللهم كتير. عدد الفرق الحديدية بدمشق كانوا 12 فرقة، فرقة يوسف العظمة 125 عنصر، وفرقة عمر بن الخطاب بتضم 180 عنصر، فرقة سقر قريش بتضم 150 عنصر، فرقة أحمد مراود 220 عنصر، فرقة صلاح الدين الأيوبي 280 عنصر، فرقة أبو عبيدة بن الجراح 230 عنصر، فرقة علي بن أبي طالب 700 عنصر، فرقة المنذر 140 عنصر، فرقة فيصل الأول 160 عنصر، فرقة خالد بن الوليد 340 عنصر، فرقة حرس الشاغور 320 عنصر. أما قادتها فكانوا من خيرة السياسيين والعسكريين مثل فخري البارودي ونزهات المملوك ونسيب البكري وأحمد السمان وأحمد غصوب ونشأة حسيني ومنير العجلاني. هاي أهم الملامح يلي بتنعرف فيها منظمة القمصان الحديدية. إذا بتعرفوا معلومات تانية خبرونا، وإذا بتعرفوا فرق ومنظمات تانية ساهمت بتحرير سوريا حكولنا عنها.